الله عليه وسلم في مكة وعاش في مكة وبلغ الأربعين وهو في مكة وجاءته النبوة ومكث بعد النبوة 13 سنة، مضى من عمره 53 سنة وهو في مكة. وبعد أن عاداه قومه بسبب الدين هاجر إلى المدينة المنورة. في هجرته إلى المدينة المنورة قدر الله له بعد ذلك بسنوات أن يعود إلى مكة فاتحا. دخل مكة في فتح مكة على رأس 10,000 صحابي، ما رأت العرب جيشا كهذا العدد، وخضعت له الجزيرة العربية من الشام إلى اليمن، وصارت مكة كلها تحته، حتى قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. خلص مكة تحت حكم النبي عليه الصلاة والسلام. عاش 53 فيها وهي مولده وموطنه. الشيء الطبيعي عندما عاد إليها وبعد أن عاد معززا مكرما بعد أن طرده أهلها منها، أخرجوه، وخرج صلى الله عليه وسلم خفية لينجو من قتلهم وغدرهم. الشيء الطبيعي نحن في بني البشر عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة وإلى بلده وموطنه أن يجلس فيها. وطنه، مولده، وطرد منها، والآن رجع معززا مكرما. وكان كل الناس، كفار، عرب، مهاجرين، أنصار، يتوقعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة خلص يجلس في مكة ويعيش في مكة، وهي خير بقاع الله في الأرض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر العود إلى المدينة، وفاء مع أهلها، لأنهم آووه ونصروه وخدموه وكانوا له أهلا ونصرة وصحبة. ترك ما يرغب كإنسان وهي أحب البقاع إليه. عندما خرج منها قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع سيدنا أبي بكر، الرسول التفت إلى مكة وقال: أما إنك لأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذه مكة عند الله وعند رسول الله، واليوم جاءت إليه كلها، ولكنه تركها وعاد إلى المدينة، وجاء أجله فيها ومات هناك، وكانت هذه حجة الوداع. وفاء مع أهل المدينة المنورة. علم رسول الله لو أنه مكث في مكة ستنسى المدينة وسيمر الناس عليها ربما مرور الكرام، ولكنه عاد إليها ليخلدها، ليبقى فيها، ليكون فيها حيا وميتا. وإلى اليوم المدينة المنورة مقصد كل المؤمنين. هذا كان جزاء رسول الله لأهل المدينة على ضيافتهم وكرمهم. هذا وفاء النبي، وفاء عهد ورعاية وعناية، لا وفاء إسقاط فرض.
هذه أخلاق النبوة التي أريد لنا أن نقتدي ونتأسى بها ونعيش بها ملوك في الأرض، بيننا الحب والوفاء وسلامة الصدور وحفظ المودة ورعاية الحقوق. لكن مع الأسف نحن لسنا كذلك، ولذلك ما نجد بركة أعمالنا، لا نجد بركة صلاتنا، ولا نجد بركة إيماننا، ولا بل نجد قسوة القلب. وبعد ذلك عندما رأينا رجلا صالحا قلنا له ادعو لنا، عندي قسوة القلب يا شيخ، يا شيخ يا شيخ عندي قسوة القلب، اقرأ على قلبي. قسوة قلبك تريد أن تذهب بقراءة قلب؟ روح صلح قلبك، ارعى قلبك، ضع قلبك عند من يعلم كيف يعيش هذا القلب بالخضوع لله وباللين. طبعا إذا أنت تعيش تقيم العبادات بلا روح ولا قلب، طبعا تعيش قاسي القلب وتموت قاسي القلب. الله الله. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى أولئك الأقوام الذين لم يرعوا حق الله ولا عهود عباد الله، فقال فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. أهل الوفاء لا ينسون، أهل الوفاء ما ينسون أبدا، يحفظون حق الناس وحق العباد وحق الأحباب، ويعطون كل ذي حق حقه. نحن سعداء أننا معكم هذا اليوم، ليس لأنها محاضرة، بل لأن الله يرزقنا مرة ثانية نلقى سماحته مساعد المفتي، ونلقى الإمام معنا في الجروب، نعرف يتابعنا ونتابعه، يسمع أخبارنا ونسمع أخباره. لكن هذه العين أيضا تعطش كما الفم يعطش لشرب الماء، هذه العين أيضا متى ما صفت تعطش لرؤية أحبابها، وتشتاق لرؤية من اجتمعت معهم على محبة الله. الحمد لله، هذا صباح مبارك، نشكر الله أن كتب لنا أن نكون بعد سنتين وثلاثة في هذا اليوم في هذا المكان في مسجد النور. عسى الله أن يفيض علينا بنور من نوره، وبركة من بركته، وعطاء من عطائه، ومدد من مدده، وفضل من فضله. آمين آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يريد أن تعني عبد رحمة الله تعالى.